اكتشف ماذا يحصل عند تناول البيض يومياً. تناول بيضة واحدة يومياً يمنع الإصابة بالضمور البقعي الذي قد يصيب العين، مفيد للحامل حيث يساعد في عملية نمو دماغ الجنين، يساعد في توفير الطاقة للجسم، وغني بفيتامين B21 وهو عنصر غذائي يساهم في نمو خلايا الدم الحمراء. مضادات الأكسدة الموجودة في البيض تساعد على تقليل احتمالية الإصابة بالسرطان وأمراض القلب، غني بالكالسيوم والمعادن الضرورية لتقوية العظام والمحافظة عليها.